يعني هناك من يقول نحن نعيش التجربة. ثمان سنوات من عمر الناس، والآن أيضا نحن مقبلون على أربع سنوات أخرى. فتضاعف 12 سنة من عمر الناس. يعني تصور أن في سويسرا استطاعوا أن يبنوا نفقا، يحفروا نفقا تحت الأرض طول 57 كيلومتر في 14 سنة ل2500 عامل. نحن الآن 12 سنة ولا نزال نقول نحن في بداية التجربة. طيب هذا نحن الآن ينبغي أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. جيد، أشكر انضمامك إلينا الشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي. عذرا على المقاطعة، يعني لم يعد كثيرا لدينا من الوقت. أعود الآن إلى القاهرة وإلى الدكتور عبد المطلب. دكتور عبد المطلب، هل تعيش البحرين يعني انقساما طائفيا، طالما يعني ذكرت بشكل واضح وبالمسميات، ماذا فعلت الجمعيات ذات الطابع الإسلامي للمحافظة على الوحدة الوطنية، مع أن مسألة الوحدة هي شعار يسعى الجميع للعمل بموجبه؟ تفضل. شكرا. في الواقع حينما يطالع المرء يعني البرنامج حركة الوفاق والحركات الإسلامية المسمى بين أقواس، ولا أريد التسميات المذهبية للأسف ولكنها واقع، تلك الحركات المنسوبة لأهل الشيعة الإسلامية الكرام، سيجد طرحا تحديثيا وعصريا وديمقراطيا فيما يتصل بمسألة كسر الطائفية، فيما يتصل بالمحسوبية القبلية إلى آخره. ومثل هذه الطروحات الحياة تتقاطع مع طروحات المجموعات الليبرالية واليسارية والديمقراطية بشكل عام في البحرين. في المقابل ستجد المجموعات الموالية هي التي تتقنع بأقنعة السلفية والإخوان والسنة وما شابه. نعم. وهنا الأمر بالتحديد يفقد المسألة مذهبيتها وطائفيتها المدعاة. أنت تريد مجتمعا ديمقراطيا تعدديا يبني بناء عصريا، أم يظل ضمن عائلة مالكة لها امتيازاتها وشلالها وجلب آخرين من الخارج لتركيبها وتلاعب بأبناء البحرين وخصوصا أبنائها الأصلاء؟ هنا 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 يكمن الأمر. وبالتالي فاللعبة الانتخابية وارتداد عليها والعودة إلى ما سبق ثم ومجالس وتعيين وانتخاب ومثل كل هذه العراقيل هي جزء من لعبة الحكام في التلاعب تحت اسم الطائفية والمذهبية. نعم. فالحقيقة التحدي الحقيقي هو تحالف القوى الإسلامية مرة أخرى، أتحفظ على الوصف المذهبي الشيعي، لكن القوى الإسلامية عموما في حركة التحديث وفي بناء دستور جديد، بل الأمر يتسع لأكثر من ذلك. حينما تتحدث عن قضية الحقيقة في منتهى الشذوذ، أناس من أبناء هذا الوطن الكريم البحرين يتم إسقاط الجنسية عنهم، نعم، ثم يأتي بجلب آخرين ومنح الجنسية إليهم. طيب. هذا أمر يستدعي التدويل. جيد. هذا يعني جزء من أمر حقوق الإنسان الإنسانية. تناولت هذه النقطة. لا يمكن التوقف عنه، ولذلك. نعم. تناولت هذه النقطة وتعتبرها مهمة دكتور عبد المطلب، تعتبرها مهمة توقفت عندها. على كل حال لنرى يعني آثارها على الأرض. الآن أنتقل إلى نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. سيد نبيل، سلام عليكم. سلام عليكم. أهلا وسهلا بكم. ما الملاحظات التي دونتموها سيد نبيل؟ هل نتحدث عن فعلا ملاحظات كبرى شابت العملية الانتخابية، أم انتخابات حصلت كما حصلت سابقاتها سواء تحدثنا عن 2002 أو 2006؟ تفضل. أولا احنا حقيقة نعتقد أن الانتخابات تم تزويرها بأثر رجعي، وهناك الكثير من الأسباب التي تدعيني أن أقول ذلك. ومثل ما قالوا الأخوة وقال الشيخ المحفوظ أن توزيع الدوائر الانتخابية هذا هو أكبر عملية تزوير تحصل. حين يساوي الصوت الواحد في الدائرة الانتخابية للدائرة الموالية 21 صوت في الدوائر الشيعية، هذا أكبر عملية للتزوير. ثانية، تحجيم قدرة
مرشحي المعارضة على التنافس أسوة ببقية مرشحي السلطة كان واضحا من خلال الإعلام. أنت تعلم أن غالبية وجميع المواقع الإلكترونية التابعة للجمعيات المعارضة المشاركة في هذه العملية تم حجبها، وجميع الصحف الحزبية التابعة للمعارضة الشيعية والليبرالية واليسارية تم إغلاقها في فترة قبل شهر ونصف من الانتخابات. طيب ماذا أثرت هذه المسألة في العملية الانتخابية؟ ماذا أثرت؟ يعني النتائج تقريبا شبه محسومة، على الأقل كما قال الشيخ علي سلمان، تحدث عن فوز كتلته أو لائحته بالكامل. هو طبيعي لأن الشيخ علي سلمان والدوائر التي يعني الوفاق يخوضون هي دوائر شبه محسومة إلى صالحهم، ولكن هناك كان ملاحظ اليوم فتور في المشاركة مقارنة مع انتخابات 2006. كان واضحا كان هناك اقبالا اشد في الدوائر التي فيها تنافس بين مرشحي السلطة ومرشحي المعارضة. كان هناك كثير من الاسماء، الاف من الاسماء تم اسقاطها من القوائم الانتخابية. كانت هناك مشاركة كبيرة جدا من قبل قبائل من المملكة العربية السعودية تم جلبها صباح اليوم الى التصويت في صناديق الاقتراع على جسر الملك فهد. غالبية هؤلاء الذين اشار الى هذه النقطة السيد خليل مرزوق، على كل حال اشار اليها. انا للاسف لم اسمع غالبية من تم جلبهم. دونتم هذه الملاحظات سيد نبيل؟ يعني انتم اولا لعلمك احنا لا يسمح لنا حكومة البحرين تمنع الرقابة الدولية على الانتخابات واحد، وزجت بخمس جمعيات غالبيتهم حكومية لمراقبة الانتخابات. طيب لمن سترفعون ملاحظاتكم؟ يعني إذا كان ممنوع عليكم أن تدونوا ملاحظات لمن؟ يعني احنا ننتظر للتاريخ 30 وهو الدورة الثانية انتخابات، وراح نطلع بتقرير في هذا الجانب، وراح نعلن إلى العالم عن رأينا في موضوع. طيب أنا سؤال أخير، هل انتخابات 2010 مختلفة عن انتخابات 2006 أم هي نسخة مكررة؟ نسخة مكررة وأسوأ قليلا، والتزوير يعني بات واضحا أكثر من ذي قبل، والإقبال الأقل ربما بسبب الضربة الأمنية التي استهدفت، تجارب دعوة بعض الجماعات المقاطعة مثل جمعية العمل الإسلامي وجماعة حق والوفاء وأحرار البحرين، هذه كلها ساهمت في ربما. أشكرك نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مع أنك ممنوع من تسجيل ملاحظاتك، الحكومة لم تسمح لكم كمنظمة دولية. شكرا لك. أعود إلى القاهرة وإلى الدكتور عبد المطلب. دكتور عبد المطلب، يعني كنت طرحت عليك سؤالا يتعلق بمسألة تداول السلطة، طبعا هو هدف أساسي للمعارضة، تريد أن يأتي اليوم الذي ترى فيه يعني أحدا غير الأسرة الحاكمة أن يكون في السلطة. هل هذا وهم؟ هل هذا خيال؟ أم يمكن تحقيقه؟ أتذكر حقيقة مقولة للفيلسوف فرنسي جاك دريد حينما كان في القاهرة، قال أنا لا أعمل في حدود الممكن وأن أنا أعمل في حدود المستحيل. نعم. فما يبدو مستحيلا الآن أمام العيان في البحرين أعتقد أنه من الممكن جدا. إذا طرحت الحركة الديمقراطية العامة في البحرين بكل فصائلها الحياة وتوجهاتها أمر التغيير على مستوى أوسع، على مستوى تدويل، حتى على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي، على المستوى الدولي، ولا يمكن السكوت على هذه المهزلة السياسية وهذا الشكل من أشكال التمييز الديني والمذهبي وإحلال سكان محل التركيبة السكانية تحت يعني للأسف من المؤسف تحت الحراب الأمريكية البريطانية القائمة في البحرين والتي تسوق ما يسمى بالشعارات الديمقراطية. فبتصور أنه طرح قضية التغيير يجب أن يكون البعد الدولي والإنساني أساسي في برنامج لائحة الحركة الديمقراطية العامة في البحرين دون تحت